السلام عليكم البنات، اليوم غنقدمكم بالكورس ان شاء الله بالطريقه ديالي وغنبداو ان شاء الله. عندنا هنايا الملحه، عندنا البزار، الخرقوم، شكنجبير، الزعفران الحر، جوج ديال الثومه، الشاونيه، الفلفل الاحمر، عندنا القرعه، شكنجبير طري، خيزو، ثلاثة ديال الفتات، القزبر ومعدنوس، البصلة، جوج مطيشات، بركوكس ديال الدار، الحمص، الزيت البلدية، والحيمة إن شاء الله على بركة الله. وغنبداو إن شاء الله غنغسل الخضيرة ونولي نرجع لكم إن شاء الله. البنات غنوريكم الطريقه ديالي. هذا بالكوب كنديرو هكا وكنخليه يفزق، كنفزقو واحد شويه، كنخليه واحد المهم كل ما فزق بزاف احسن حتى يزيد شويه تيزيد الحجم ديالو. انا غنفزقو مزيان، المهم غادي نغسلو بعدا. ها هو راه نقي غزال، راه ديال الدار هذا، راه انا هكا هاد الطريقه ديال الدار هنا. ومن بعد كندير الميه وكنخليه، وكل واحد وطريقه، كل كاين اللي كيرمي في الكوكوط هكاك مع اللحم ومع كلشي، ولكن لا انا كنفور وكيعجبني نفور، كل واحد وطريقته وكل واحد تحترم الطريقه ديالو. المهم البنات انا غسلته وشللته مزيان، هو ديال الدار راه زوين زعما، راه مفتول ديال اليدين، وهنا يا غسلته ودابا غنفزقو وفزقته، غنعمر عليه الماء ونخليه واحد شويه على ما بين نصب ونسالي وعاد نرجع له. وانا الطريقه ديالي غادي نوريها لكم، كل واحد وطريقته وتحترم كل واحد وطريقته. المهم غنبداو على بركه الله. دابا غادي نرميو اللحم. ديجا بعدا رميت كاس ديال الزيت، درت كاس ديال الزيت البلديه، هنا رميت اللحم، هنا غادي نزيد البصله، زدنا بصيله هنايا حتى يتقلى هذا الشيء، وعاد نزيدو الخضيره. دابا غادي نديرو العطريه ديالنا، المهم هاد الخضره انا وريتها لكم هكا مقطعه طريفات صغيره حتى الاخر، عاد نرميها. غادي نبداو نديرو هنايا معلقة د الملحة، معلقة د البزار، معلقة د الخرقوم، معلقة د شكنجبير، معلقة د الشاونية، على حساب الذوق كل واحد، اللي بغا يديرها يديرها، اللي مبغاش يديرها ما يديرهاش. المهم هنا طريف شكنجبير تيعجبني انا طري هكا كنديرو. المهم هاد المعلقه ديال مطيشه د الحك شويه، المهم غادي نقليو هاد الشيء، غنقليوه مزيان مع العطريه. هنا غادي نزيد الحمص حتى تقلى لي اللحم، عاد نزيد الحمص كي تتشوفوا. غادي نزيدو هنايا مطيشه، ماشي مشكل واخا تزيدو مطيشه راه غطيب الخضره، حيت الخضره مقطعه طريفات صغيورين، على ما بين يطيب لنا اللحم وعاد نزيدو الخضره. دابا غادي ندير هاد المعدنوس والقزبر تيجي شويه بنين، تنخلط المعدنوس والقزبر، ومن بعد ندير الزعفران الحر نسيتو. دابا كندير ميها طايبه، ما كنديرش الماء بارد، كندير الماء طايب. ايوا ودابا غادي نسدو عليها ونا. دابا هاد الخضره قطعتها طريفات صغيورين كي شفتو، كاين اللي كيقطع رقيقه على هادي، وكل واحد وكي تايبغي، كل واحد وكاين اللي تايبغيها شويه تكون كبيره شويه. هادي التويره الاولى، شويه الزيت الجزيه
كندير شوية ديال الزيت الجلدية ونخليوه حتى نعاودو المرة الثانية. دابا راه خراب وتبارك الله، راه مع الماء اللي خليتو فيه راه عطا كثر عطا بزاف. هو كلشي ديالنا طاب، غادي نزيد الخضيرة ديالنا. دابا طاب اللحيمة، طاب الحمص، طاب كلشي، نزيد الخضيرة ديالنا كيما هكا. وانا راه غادي نزيد ميها شويه طايبه باش تنديروا على هذا. وكي كتشوفوا هذا ديالنا صافي، هو طبعا نتوما تتشوفوا حبه حبه، ها هو انا هكا باش تيعجبني وصافي. هادشي اللي كاين. المهم البنات، والصحه والراحه، وهو بالكوكس ديالنا باش قلت لكم انا تنبغي على الطريقه تفور بحال الكسكسو. ها نتوما تتشوفوا حبه حبه، وسمحوا لي الا شهيت شي حد.